اخبار اليوم. طيبه وكنا عايزين كل سنه طيبين لمشروع اخبار اليوم. كل سنه ومش والله كل سنه واخبار اليوم وقراء اخبار اليوم ودار اخبار اليوم طيبه. يمكن انا لما كنت بعرض ازياء زمان كانت دار اخبار اليوم ليها فضل كبير قوي عليا زمان زمان قوي قوي قوي. اخر ساعه كان ليا دايما الدوبل باج الوسطاني ده كان رجاء جده بتعرض ايه، فبقول لها شكرا شكرا يا اخبار اليوم على اللي عملتيه دي، ساهمتي في بناء اسمي. انا شاكره جدا اللي انت عملتيه معايا وشاكره جدا لكل القائمين على الدار. كل سنة وانتم طيبين.